عديد من الدول خاصة الأوروبية ترفع حالات التأهب من أجل رصد أي عدوى بمرض جدري القرود، نظراً لإعلان عدد من الدول عن رصدها للحالات الآتية من الخارج. طبعاً المزيد من التفاصيل حول مرض جدري القردة، عسى الله يكافيكم شر إن شاء الله. ينضم إلينا في الاستوديو دكتور غانم سالم، استشاري الأمراض الباطنية في مستشفى الفروعانية. صباحك الله بالخير دكتور غانم، حياك الله ويانا في إشراقة كويتية. حياك الله، صباح الخير، وصباح الخير على السادة المشاهدين وعلى هذا الاستوديو الرائع المميز اللي صراحة يعني يعطيك طاقة إيجابية كثر ما هي طاقة إيجابية موجودة في دولة الكويت إن شاء الله. الله يسلمك ويبارك فيك إن شاء الله. بالحديث عن الإيجابية دكتور، هل إحنا يعني في مأمن بإذن الله من هذا المرض، وهل في يعني أخبار إيجابية ولا لا؟ أول شيء خلينا نطمن الكل، أمور سهلة إن شاء الله بإذن الله، لا في جائحة ولا في كمام ولا في حظر ولا في إجبار تطعيم ولا في هالأمور، ولا في جلوفز، ولا في جلوفز، ولا الأمور سهلة إن شاء الله يا رب. ويعني الأمر جدا بإذن الله تم السيطرة عليه بشكل كبير لعدة عوامل، يعني إحنا نتكلم بعدين. الفكرة في الموضوع هو الانتشار العالمي بالأخبار وبعض المواقع التواصل الاجتماعي تنقل معلومات مغلوطة، فأصبح يعني الأمر ميكس أو في خلنا نقول لغط، يعني الناس مو منتبه حق الموضوع شلون طريقه. لذلك انا دائما انصح خذ المعلومات من مصدرها الرئيسي. اولا احنا بالكويت ما عندنا الانبوكس، انت قلتي جدري القرده او جدري القرود، هو قال جدري القرده، قرده وقرود نفس الشيء، لكن حاليا تم تغيير اسمه الى انبوكس. هذه المنظمه العالميه، الصحه العالميه اللي تدير الامر العالمي، اصبح ما صار موضوع اسمه جدري القرود، صار اسمه انبوكس. فهذا المرض الآن مو موجود بالكويت، وإن شاء الله يا رب ما راح ينتشر بالكويت، لأن له عوامل الانتشار ما هي موجودة في مجتمعنا. التواصل الاحتكاك الجسدي المباشر بين المريض أو حامل المرض والإنسان هي اللي تنقل هذا المرض، ومرات يكون من حيوانات فيها هذا المرض، وهذا مو موجود في دولتنا، في دولة الكويت لله الحمد. وبالتالي من الصعب أن يكون في انتشار. ممكن تدخل حالة أو اثنتين عن طريق المطار أو عن طريق السفر، وهذا يتم السيطرة عليها. هذا واحد. النقطة الثانية والمهمة أيضا، أن الفيروس هذا مو مخوف إلى درجة أنه يعني يؤثر على حياة الإنسان، يعني بالتالي هو الفيروس ممكن السيطرة عليه وممكن علاجه بأشياء، وممكن أصلا هو يسمونه سيلف ليميتنج، يعني يروح بروحه. أنا أحط بس نقطة للسادة المشاهدين، إن مرض الجدري نفسه السمول بوكس كان يصيب الإنسان سبيله مشاكل في السابق، اليوم انتهى هذا المرض صحيح. واختفى من العالم. وبالتالي الأمراض الجدري هذه ممكن السيطرة عليها، ممكن بإذن الله إن شاء الله تختفي نهائيا. شنو هو؟ هو شنو هو هذا الجدري؟ شنو هو؟ فيروس يحوش الإنسان مثل أي فيروس يحوش الإنسان، تمام؟ الميكروبات الصغيرة هذه أو مايكروبيولوجي تحوش الإنسان. هذا الفيروس يسبب أعراض عند الإنسان، شو يسوي؟ يرفع حرارة الجسم، يسوي لك آلام بالعضلات، يسوي لك مثل صداع، يسوي لك انتفاخ في الغدد الليمفاوية، الغدد الليمفاوية لأن الجهاز المناعة هذا يبدأ يحارب الفيروس فتنتفخ، تصير عنده حالة استنفار، وبعدين يصير عندك تغير أو طفح جلدي يسمونه. يصير الجلد يصير عليه بقع فيها ماي مثل الجدري، تقدر تشوفها بأي مكان. هذا الفيروس وهذا المرض مزعج، ياخذ له اسبوعين، ياخذ له شهر، بس بعدين يروح يختفي. نعطي المريض علاجات يسمونها سبورتيف ثيرابي، يعني نعالج الحراره، نعالج الالام، نعالج الارهاق اللي موجود عنده، لكن ما في علاج للفيروس نفسه. مثل ما الساده المشاهدين يعرفون ان الفيروسات غالبا ما لنا علاجات لها، يعني في بعض الفيروسات لنا علاجات كبشريه، تطور نفسها، هي تطور نفسها وتعتبر يعني خلينا نقول يعني عندها طرق التوائيه على على كذابه كذابه. وبالتالي هذا هو جدري القرود. جدري القرود اللي نخاف عليهم الفئه الاطفال، الحوامل، الناس اللي ياخذون ادويه تنزل من المناعه، لان هذه الثلاث فئات مناعتهم مو قويه حيل، فبالتالي ما يقدر يقاوم هذا الفيروس، ممكن يدخله في مشاكل التهابيه شديده. يعني الفيروس نفسه بحد يأثر على الناس اللي عندهم المناعه ضعيفه. طيب. لكن اللي مناعتهم جيده ان شاء الله الامور طيبه. دكتور انا شفت يمكن من خلال اللي قاعد ينتشر حاليا، يمكن نوف شافت انت على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا في مو بس معلومات، يعني حتى الاشكال. نعم. يعني تشوف هذا في تقول فواليل ايه؟ محترقه، هذا لا تقول حب شباب، صح. هذا يعني كل واحد له شكل، كل صح. واحد له طريقه، وايضا مسميات تختلف. حتى لما انت مساء قلت الانبوكس، صح،
المسمى يختلف ولكن قاعد ينتشر للناس ان هذا هو الانبوكس. نعم صحيح. الاشكال اللي انت قلتها وشفتها والحين على فكره هذا موضوع مهم ايضا كذلك، تقدر تشوف انت اليوم تدخل على وسائل التواصل الاجتماعي تشوف ناس مصابين يصور نفسه، ترى ما في شيء يقول لك شوف انا شنو فيني وكذا، خصوصا في الدول اللي فيها هذا المرض. هذه مراحل المرض، يبدا صغير بعدين يكبر بعدين يكبر بعدين يرد يختفي تدريجيا. فالصور اللي تشوفها المختلفه لاشكال الجدري هي مراحل المرض في تغيره. هذا واحد. الشيء الثاني، احنا اليوم التنبيه هذا ومشكورين كوسائل اعلام رسميه تنقل هذا الحدث من مصادر موثوقه لتوعيه الناس ونشر الثقافه الطبيه. احنا اليوم تاثرنا بشده في المجتمع بالعالم في موضوع كوفيد 19 لما صار. صحيح. يعني مثل صار شوك او صدمه للناس من الكوفيد، شلون فجاه وقفت امور كثيره في العالم، يعني الناس قاعدة في بيوتها مده طويله، وبالتالي رده فعل طبيعيه لما نسمع مرض خطير او مرض ينتشر او كذا انه يصير في رده فعل يخافون من توقف العالم مره اخرى. زين دكتور، بس برجع على سؤال نجيب اللي سال فيه عن شكل البثور هذه او الحبوب. في ناس تقول ان الجدري الاصلي القديم كان يترك علامات على الجلد تدوم طول العمر. صحيح. فبالنسبه لجدري القرده هل يزول تماما من البشره ام يترك اثار دائمه؟ الجدري بصوره عامه يضع اثار قديمة على حسب الإنسان، أي مرحلة أصيب فيه، عمره الزمني، إذا كان عنده أمراض سابقة ولا لا، استخدم حكة أو لعب فيها تسوي أثر. في بعضهم ما يصير عندهم أثر نهائياً، في بعضهم يصير عندهم أثر. نفس الطريقة كما صار في الجدري يصير في جدري القرود، أنه ممكن يظل أثر، ممكن يختفي الأثر نهائياً، وبالتالي يختلف من مريض إلى مريض. حلو. زين دكتور، في بداية حديثك تكلمت عن انتقال المرض، بس ودي اشرح لنا بالضبط. أنت يعني قلت أن المرض يحتاج إلى الملامسة حتى ينتقل من إنسان إلى آخر. صحيح. اللمس اللي هو مثلا مصافحة، يعني نوقف نصافح الناس بهالفترة ولا شنو؟ صلح لي إذا أنا غلط. ممتاز. هذه جدا سؤال مهم جدا. خلنا أقول شيء. أول شيء، الفيروس انتشر لأمرين. الأمر الأول أو اللي صار عليه تنبيه عالمي، الأمر الأول هو تغير الفيروس نفسه، نوعية الفيروس، يعني طبعا في سلالتين وصار فيهم تغيير، خلنا نقول على مستوى التطور الفيروسي، وهذا خلاه عطى بعد جغرافي أكثر، فبدأ يطلع من مكان ينتشر في أفريقيا إلى دول خارج نطاق القارة الأفريقية، وهني بدأ التحذير العالمي من المنظمة العالمية أن انتبهوا يا ناس، يا منظمات، يا مستشفيات، يا العالم، أن في شيء طلع خارج نطاق السيطرة أو خارج نطاق الجغرافي اللي كان موجود فيه. هذا التغير الفيروسي كان يعني نسميه الطفرة الجينية أو الطفرة الفيروسية، خلت الفيروس يروح أماكن ثانية، لكن ظل إلى الآن تحتاج العامل الآخر اللي هو الاحتكاك الجسدي. الفيروس إلى الآن ما ينتشر بشكل مثل كوفيد بسرعة، ولا ينتشر عن طريق مثلا الكلام، ولا ينتشر عن طريق التلامس السطحي، لكن ينتشر عن التلامس المستمر الاحتكاك، لان انت تحتاج هذه البثور او اللي تكلمنا عنها الطفح الجلدي انه يكون في مفتوح او ما او في تشقق جلدي عند الطرف الثاني عشان ينتقل من شخص الى اخر، وبالتالي المصافحه ما فيها شيء. هذا واحد. الشيء الثاني والمهم في الموضوع، ان انت مثلا الحين بعض الناس تسال انا مسافر، انا اروح بالمطار، انا احتك بالناس، لا عادي ان شاء الله الامور ما تصير فيها شيء، الاحتكاك بسيط وانت على ملابس يعني، وبالتالي ما في خوف من هذا الموضوع. واذا شفت ان الشخص اللي قدامك جلده شيء متغير وخر عنه، يعني هذا دائما لازم هذا طبيعي يعني، هذا طبيعي يعني غيره بالضبط، يعني اي شيء ثاني انت ما ودك انه ينقل لك. الامر المهم ايضا كذلك ان نظافه اليدين هي مهمه، كل ما كانت ايدينك نظيفه كل ما كانت الوقايه هي الخير من العلاج، ان ما تنقل حق نفسك الفيروس، وبالتالي اذا انت حسيت ان ايدينك نظيفه او جايس شيء قد يكون يحمل الفيروسات مهما كان تلوث، ان انت تغسل ايدك قبل لا تمسك عينك، قبل لا تمسك خشمك، قبل لا تمسك حلجك، هذه هي الطريقه الامثل. الحين بعد كلامك يرجع السانيتايزر يختفي من الجمعيات. بس هو السانيتايزر ما له شغل بكوفيد، المفروض انه يصير مع الانسان بصوره عامه يعني. والله صح كلامك دكتور، للاسف ان العديد من الاماكن اللي كانت حاطتها كل مكان بطلوا يحطونه. لا صحيح. لانه هو يعني شيء هو جزء من الهايجين او النظافه العامه. طبعا هي مثل ما دكتور حضرتك قلت ان طرق العدوى مختلفه وعديده بين الامراض المتناقله، ممكن تكون عن طريق أكل، طبعا مو بس هذا المرض، أنا أقصد بشكل عام، ممكن عن طريق أكل، ممكن تكون عن طريق رذاذ، ممكن يعني بالهواء المنقول، لكن الحرص والقلق هذا أمر احنا قاعدين نخلص منه بصراحة، خاصة بعد كوفيد 19 يعني. وخاصة ان احنا مقبلين على العودة الى المدارس، فالكل خايف ان الطلبة يحتكم مع
بعض، ولكن طمنا الدكتور. مشكور وايد، انا وايد سعيده بوجودك. راح نرجع لك وراح نتكلم اكثر معك، لكن عقب ما نشوف اهتمام الناس بطرق الوقايه من العدوى. اعتقد ان كورونا علمتنا الكثير من وسائل الوقايه من الامراض المعديه، وخاصه اللي تنتقل عبر الهواء وملامسه الاسطح الملوثه، لكن بهالتقرير راح نعرف اكثر. حاول انه ما يختلط مع الناس، دائما يكون مغسل ايده، مهتم بنظافته بشكل عام. فاي هذه يعني السبل اللي كل الناس تعرفه، ولازم صدق فعلا الناس ياخذونها بشكل جيد. يعني مر علينا الكوفيد 19 واخذنا عنه فكره كبيره يعني، وعندنا الدول ما قصروا في توفير يعني الحمايه الى الاشخاص. فالدوله يعني اي شيء، اي توجيهات تصدر من الدوله تضم فيها، سواء كانت من تطعيمات من احترازات. الوقاية يعني دائما الإنسان يطالع التلفزيون آخر شو اسمه، يتابع التلفزيون، يتابع الإذاعة، يتابع الإرشادات، ويشوف شو اسمه القنوات ويعني شنو قاعد ينصحون الناس. عدم السفر للأماكن اللي فيها المرض المنتشر حاليا، تجنب يعني الاختلاط المباشر للناس هذولي، او انه اخذ الاحتياطات اللي كان قبل كنا نخلص في كورونا قبل نستمر عليها الحين. اذا نعود لكم من جديد مشاهدي الكرام والى ضيفنا في الاستوديو الاستشاري الامراض الباطنيه دكتور غانم السالم. دكتور، يمكن من خلال الكلام اللي شفناه ما زال تأثير كورونا والعادات اللي اكتسبناها في ذاك الوقت والعادات اللي تمادينا فيها في ذاك الوقت، لأن في ناس وسوست وقامت تسوي الأمور بزيادة، منها نلبس جلوفز، وهذه يعني ضحكت الناس علينا. حاليا نقدر نقول شنو نقدر نسوي علشان أيضا ان هذا المرض عسى الله لا يقول ان شاء الله، وعسى الله يشافي الجميع ويسلم الجميع ان شاء الله، اذا اساس ان اتحاشاه كثر ما اقدر. شوف، اول شيء ما شاء الله انا عجبني الاستطلاع، وطريقه الاستطلاع مميزه، لان اطياف مجتمع مختلفه باعمار مختلفه، ولاحظت عندهم الثقافه الطبيه. يعني انا اول مره اشوف الاستطلاع على الهواء الحين توني معاكم، وشفت شلون هم اوريدي عارفين البيسكس، او خلينا نقول الاساسيات في الوقايه. وهذه من ميزات، اذا كان كوفيد كل اشياء سيئه ففي ميزه اللي هو انتشار الثقافه الطبيه وانتشار المفهوميه في ان انت تحافظ على جسدك من النظافه ومن انتقال الفيروسات والبكتيريا المعديه. وبالتالي ما طرح في الاستفتاء يعكس الواقع الصحيح اللي انت تبي، نظافه الايدين، تجنب المخالطه الناس المصابه، انك انت تبتعد عن الاماكن اللي تحس ان فيها زحمه شديده او ممكن يكون فيها احد فيها حامل لاي انواع الامراض، بغض النظر هو ام بوكس ولا كوفيد ولا بغض النظر عن اي شيء ثاني. قبل شوي تفضلنا بان المدارس جايه على الابواب، الناس راح تخالط، الطلبه راح يخالطون بعض، الاطفال في اختلاط بالمجتمع، وبالتالي نفس الفيروسات اللي هي موجوده عندنا بالكويت، نفس فيروساتنا القديمه راح ترجع علينا مره ثانيه، تنشط مره ثانيه، خصوصا احنا بعد ايضا مقبلين بتغير جو، يعني بعد احنا ندخل شهر 9 الجو يتغير، وبالتالي تطلع الفيروسات في هذه الفتره. الوقاية بصورة عامة لأي شيء، سواء كانت جائحة، سواء كان مرض عالمي يتطلب الطوارئ الصحية العالمية، سواء مرض معروف لدى الإنسان، في وقاية، في أمور طبية لازم نعرفها، اللي هو نظافة الإيدين مهم، تجنب الأماكن الزحمة، أن أنت تحافظ على تطعيماتك بالشكل المناسب، كل أنواع التطعيمات بغض النظر شنو هي، ترجع إلى دكتورك لمناقشة هذا الموضوع. كبار السن لهم اهتمامات خاصة، الحامل لها اهتمامات خاصة، الأطفال لهم اهتمامات خاصة. نعم. كل إنسان في المجتمع
عارف شنو حقوقه وواجباته الطبية، وبالتالي هذا الأمر الآن أصبح جزء من ثقافة الناس. يعني كوفيد 19 دخل الثقافة الطبية على المجتمع، فاليوم الحمد لله الحمد تجد أن الناس كلها تعرف شلون تتجنب الوقوع في هذه الأمراض أو هذه الملوثات. نعم دكتور، في سؤال الحين هو أهم سؤال شاغل بال الناس وحتى أنا شاغل بالي. القردة تعيش إما على القمم الجبلية أو في الغابات أو الغابات الاستوائية بعالمها ترى. صحيح. حلو، شلون انتقل المرض؟ صحيح صحيح، سؤال مهم. جدري القردة مو عشان هو جاي من القردة، شو هالمعلومة؟ جدري القردة يجي من القوارض مثل السنجاب، أوكي؟ ففي ناس وايد يعني صارت فيها بينها وبين السناجب، في ترى السناجب في بعض الدول مثل عندنا مثل القطوة بالكويت، عرفت شلون؟ يعني موجودة بكل مكان، فبالتالي تنتقل عند السناجب، هذا واحد. الشيء الثاني سمي قردة لأن في مراحل الأولى من اكتشاف هذا المرض في يعني عشرات السنين السابقة أو أكثر، كان أول ما استخرج الفيروس استخرج من القردة فسمي جدري القردة، لكن هو ينتقل عن طريق الحيوانات، وكان له بيئة معينة تنتقل بين الحيوانات، كان ينتقل للإنسان فقط عند تواصله مع هذه الحيوانات المصابة، ما كان ينتقل بين إنسان وإنسان. تطور الفيروس عبر السنوات وبعدين صار ينتقل بين الإنسان والإنسان، وصار في جائحة، أو خلنا ما نقول جائحة عفوا، صار في انتشار داخل الدول الأفريقية بكثرة بسبب انتقاله بين الإنسان للإنسان، وكان أخذ عليه إجراءات معينة بس إحنا ما سمعنا فيها بالكويت، أو إحنا سمعنا فيها كأطباء بس ما سمعنا فيها كمجتمع، لأن كانت داخل بؤرة جغرافية محدودة. لما بدأ ينتقل بين إنسان وإنسان خارج هذه البؤرة الجغرافية بدأنا عاد نسمع عنه أنه هو جدري القرود. يعني دكتور الإنسان عبث مع الطبيعة وخلينا نقول صاد هذه القردة أو سوى بعض الممارسات يعني الخاطئة التي انتقلت. هي عدة عوامل، منها العبث، منها أيضا هي تطور الفيروسات. هي الفيروسات كائن حي، وإن كان في اختلاف من العلماء هو كائن حي أو على أبواب الحياة ما بين الحياة والجماد، لكن هي مجموعة عوامل من أهمها هو عبث الإنسان طبعا. أكيد في أمور كثيرة. دكتور يا ريت تبقى ويانا، بس نروح حق زميلنا ضاري. أيضا ضاري أجدد لك التحية، وكنا عندك نفس الموضوع بس من ناحية ثانية. نفس الموضوع لكن بنتكلم أكثر عن استعدادات وزارة الصحة تحديدا بالكويت بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من مخاطر تفشي مرض جدري القردة اللي يواصل انتشاره في عدد كبير من دول العالم. خلونا نستعرض استعدادات وزارة الصحة تحديدا في دولة الكويت التصدي لهذه العدوى مع مراسلتنا زميلة ديمة دحدل، مراسلة قناة الأخبار. صباح الخير ديمة، بداية لو تطلعيني كونك أنت داخل إدارة منع العدوى بوزارة الصحة، ما هي الصورة لديك؟ صباح الخير زميلي داري، وصباح الخير أيضا لزملائي نجيب ونوف وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة يعني كما كنتم تتحدثون عن مرض جدري القردة، حقيقة هو يعود مجددا تحت دائرة الضوء بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ للمرة الثانية على التوالي خلال العامين الماضيين، وذلك نتيجة تفشي متسارع لهذا المرض داخل قارة أفريقيا أو خارجها. نحن اليوم متواجدون في إدارة منع العدوى لنتحدث عن جهود وزارة الصحة الكبيرة والقيام بالكثير من الإجراءات الاحترازية، لأنه دولة الكويت هي ليست بمنأى عما يحدث في العالم، وهي حقيقة تتواصل مع كافة المنظمات العالمية وكافة أيضا شركائها المسؤولين عن هذا الموضوع. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم معنا على الهواء مباشرة دكتور أحمد مطوع، وهو مدير إدارة منع العدوى والتعقيم. صباح الخير دكتور، نود أن نتحدث اليوم عن ماهية هذا المرض بداية. صباح النور، أهلين. طبعا مشكورين على الاستضافة هذه، وحابين أن نكون من أوائل الناس اللي في المنطقة اللي نتكلم عن هالمرض لتعريف بخطورته وكيفية التعامل معه. طبعا هو مرض فيروسي، المرض هذا مو جديد، أول ما اكتشفوه كان في مجموعة من القردة موجودة في الدنمارك بال54، بعدين ظهر أول حالات بشرية معروفة لدينا كانت في أفريقيا في السبعينات القرن الماضي، وكان في أوت بريكس أو جائحة صغيرة، بعدين تلتها بعض الجوائح الصغيرة الأخرى. مؤخرا من حوالي سنتين بدأت تزيد الحالات،
بعد ردت شوية قلت. حاليا أعلنت منظمة الصحة العالمية كما تفضلتي أن مستوى الخطورة عالي بالنسبة لها المرض، ويجب أن نلتفت إلى طرق الوقاية منه. الفيروس فيروس يصيب الإنسان حاليا، ممكن انتقاله بين الإنسان والإنسان الآخر، ممكن يكون من حيوان إلى إنسان وبالعكس. التنقل أو نقل المرض هذا يكون عادة بالسوائل، سوائل الجسم اللي طالعة أكثر شيء من البثور أو الحبوب اللي هي تطلع من المصاحبة للمرض. أعراضه عادة تكون حرارة، وهن، التهاب في الحلق، الغدد الليمفاوية تصير فيها تضخم، القروح أو الحبوب اللي بالدهن، هذه التقرحات تكون واضحة وبشكل كبير، وهي من عوامل انتقال المرض بشكل كبير. دكتور، إذا يعني تحدثت عن أعراض هذا المرض، لكن نود أن نطمئن السادة المشاهدين من خلال التوعية يعني كيفية أن نكون بمأمن من انتقال هذه العدوى إلينا. تمام. هو الفيروس لازم نكون عارفين شنو هو بالضبط. هو فيروس دبل ستراندد انفلوب، يعني في له غلاف. لما نعرف ان شنو هو نعرف شلون نتعامل معه. اولا هو بالماء والصابون ممكن نتخلص منه اذا كان موجود في الايد او على الاسطح. ايضا باستعمال الفيروس وبما ان فيروس انفلوب ممكن الكحول بعد ياثر فيه. النظافة الشخصية وابتعاد عن الأشخاص اللي ممكن أن يكونوا مرضى، هذه من أهم الأشياء اللي ممكن أن تخلينا ما نتعرض للمرض. يعني ما في داعي نروح للطرق أكثر وناخذ باكسينز وكذا وهذا إذا كان المريض واضح عليه أنه يكون مريض بهالمرض، فأنا أتحاشى أن أختلط معه. زائد أن من مسؤوليتي أنا إذا صبت بالمرض أن ما أعرض الآخرين للخطر، أقعد في البيت، ويفضل أن بنفس الغرفة على أساس أن ما تنتقل الفيروسات ما تنتقل إلى الشخص الآخر. طبعا الفيروسات هذه ممكن تنتقل عن اللمس، يعني حتى لو الإيد فيها أي جروح ممكن تنتقل عن طريق الجروح هذه أو الخدوش الصغيرة، ممكن عن طريق السوائل الجسم نفسها أو الأغشية المخاطية اللي بالجسم. إذا دكتور كمان يعني نود أيضا أن نتطرق إلى جانب مهم، كيف يستطيع المريض أن يفرق وأن يعرف بأنه مصاب؟ هل هناك يعني من فحوص تشخيصية لهذا المرض؟ نعم طبعا، لما يكون في مثل هذه الأوت بريكس مهم أن يكون عندنا تشخيص لها. فالكويت الحمد لله عندنا البي سي آر، هو جهاز للدياغنوزيس أو لتشخيص هالمرض، متوفر موجود في الكويت. طبعا في أول إذا كان في حالات، لحد الآن الحمد لله ما في حالات بالكويت، لكن إذا صار في أي حالة راح يتم أخذ عينة والتأكد منها، مع إذا كانت إيجابية أو سلبية. إذا كانت إيجابية راح نشوف المخالطين للمرض على أساس أن نقول لهم أن أنتم ممكن تكونون حاملين لهالمرض أو أصبتوا فيه. فمن الأشياء اللي تسهل التعامل مع المرض أنه في له مظهر كلينيكي معين ممكن إحنا نعرفه، خصوصا في وجود الجائحة. يعني الحرارة والقروح اللي على الجلد هذه اللي تطلع والحبوب ممكن تعطينا مؤشر أنه فعلا هذا الإنسان مريض. أيضا أود أيضا أن نتطرق إلى العلاجات الدوائية، هل هي اليوم في متناول اليد؟ وأيضا هناك الكثير يعني اليوم من الحديث عن اللقاحات أيضا لهذا المرض. نعم صحيح، بالنسبة للقاحات مثل ما ذكرنا من شوي أن المرض مو جديد، المرض صار له فترة موجود معانا، وك علم الطب توصل إلى فاكسينز موجودة ممكن أنها تمنع ظهور المرض لدى الناس، أو حتى لو كان مصاب لو خذاه بأول فترة من الإصابة ممكن أنه يقلل الأعراض بشكل كبير. ففي ثلاث شركات الحمد لله فاكسينز موجودة، وفي عندنا أيضا كعلاجات الأنتي فايرال موجود عندنا مضادات الفيروسات بشكل فعال، ممكن تكون العلاجات متوفرة. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد على هذه المعلومات القيمة. إذا بالفعل اليوم الدواء أيضا متوفر، وإذا أردنا اليوم أن نتحدث عن يعني زميلي داري عن مرض جدري القرود بين اليوم البدايات ودق
ناقوس الخطر وبين تداعياته من تفشيه وتمدده في الكثير من المناطق، دولة الكويت حقيقة تأخذ الموضوع على محمل الجد وتقوم بالكثير من الإجراءات الاحترازية، لأنه الكل يعرف يعني والجميع يدرك بأن الوقاية هي خير من قلع. لا شك هذا كان كل شيء. كان عندي سؤال معين كنت أتمنى تنقلينه لضيفك الدكتور أحمد المطوع مدير إدارة منع العدوى، يعني مع تصنيف وزارة مع تصنيف الصحة العالمية على أن هذا المرض عالي الخطورة وفي ذات الوقت إعلان حالة طوارئ، هل نتوقع إغلاقات في عدد من دول العالم ديمة؟ هو حقيقة أمر يعني صعب، وإن شاء الله أن لا تعاد أو أن لا يتكرر السيناريو السابق لأنه كان الأيام ثقيلة، لكن سوف أنقل للدكتور أحمد كونك معنا ما زلت دكتور، يعني في زملائنا في الاستوديو يسألون هل ستتكرر ممكن يعني سيناريو جائحة كورونا، هل ممكن أن نذهب إلى يعني الإغلاق ويعني الحالة السابقة؟ لا، أحب أطمن الجميع إن شاء الله. الكورونا كان حالة استثنائية، كان فيروس جديد سترين جديدة بالكامل، ما كان عندنا بدايتها أصلا، ما كان عندنا طرق لفحصها بشكل صحيح، ما كان عندنا علاجات، ما كان عندنا فاكسين، لكن الحالة تختلف تماما مع جدري القردة أو الانبوكس. هذا عندنا فاكسينز نعرف نسوي الدياغنوز الصحيح أو التشخيص الصحيح، وعندنا علاجات. فالوضع إن شاء الله أطمنكم، والوضع عموما بالكويت يعني حتى لو كان في بلاد أخرى أقل تقدم بالنسبة للنظام الصحي، أطمنكم النظام الصحي بالكويت قوي إن شاء الله، قادر للتعامل مع هالموضوع، وإن شاء الله بإذن الله ما ينتشر عندنا، وإذا انتشر عندنا نقدر إن شاء الله على العلاج. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد، يعني هذا كان كل شيء. زميلي داري عودة، شكر لك ديما دحدل من داخل وزارة الصحة تحديدا في إدارة منع العدوى. وننتقل للزملاء في الاستديو نجيب ونوف وضيفنا الدكتور غانم السالم. شكرا لك ضاري، وأرجع للدكتور غانم السالم، تطمين من أكثر من جهة، يعني أنت ويانا بالاستديو لله الحمد لله طمنتنا، وعسى الله يكافي الناس شر هذا المرض والمسلمين عامة. أيضا الدكتور أحمد طمنا، في حال لا سمح الله تم رصد حالة، شلون يتعاملون وياها؟ هل يتم عزلها نفس كورونا؟ لا تطلع، لا تدش، لا حد يحتك فيك، يوكلونك من تحت الباب، ايش يسوون؟ فهذه الامور اللي صارت الذكريات السيئه كانت. اي ان شاء الله لا يرجع. خليني بس اول شيء اشكر الدكتور احمد واداره معنى العدوى وزاره الصحة للأمانة، المجهود الجبار اللي يقومون فيه في نشر التوعية وكذلك رصد الحالات والمحافظة على دولة الكويت سليمة وخالية من هذه الأمراض المعدية. كفى الله الناس كلها من هذا الشر، هذا الأمراض كلها. ونأكد كذلك أن وزارة الصحة بدولة الكويت للأمانة فيها نظام صحي متين جدا وقوي، وتم اختباره في مرحلة كوفيد 19، كون انه كان فيروس جديد وكان ما في تطعيم ولا كان في علاج ولا كان في ما ندري شلون نتعامل معه بصوره عامه، لكن وزاره الصحه والنظام الصحي في الكويت كان متماسك واستطاع ان يتقلب على هذه الجائحه. لو قارنت في انظمه صحيه في دول ثانيه كان في انهيار كثر ما سمعنا في كثير من الدول. وبالتالي المنظومه الصحيه بالكويت قادره على رصد هذه الحالات. انا اقول لك شيء، ان شاء الله ما راح يصير عندنا جائحه ولا راح يصير في انتشار لهذا الفيروس في الكويت، لكن ممكن تدخل حالة أو حالتين أو بضع الحالات بسبب السفر، وقد يكون حامل هذا الفيروس أو المصاب بهذا المرض الامبوكس حالة خاصة، بمعنى ممكن يكون إنسان مصاب بمرض مناعي، ممكن يكون إنسان كبير بالسن حيل، ممكن يكون احتك بشخص مريض وهو ما يدري عنه وبالتالي نقل له العدوى. راح يكون يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة المنصوص عليها وفق كل مرض له خاصة بالعدوى، وهذا يتطلب عزل المريض، وهذا الأمر يتطلب عزل المريض عزل كلي عن المجتمع وتوفير الرعاية الصحية له. يعني أنت مو تعزله وتخليه، لا تعزله وتعطيه زين، وبالتالي تعطيه العلاج وتعطيه الغذاء وتعطيه السبورت في ثيرابي اللي يحتاجه من علاجاته. هذه الحالات راح تكون بسيطة ويمكن السيطرة عليها لأنها أعداد بسيطة، نعم، وعارف وين مصدرها وعارف شلون تسيطر عليها، غير عن الجائحة كوفيد اللي كانت لأنك ما تدري من تجيك، ما تدري من تجي وما تدري شلون ينتقل الفيروس.
وبعدين ممكن انت لابس كمام ولابس كل شيء وما اخذ تطعيم وتصاب بالفيروس. نعم. هذا الامر مختلف كليا عما يحدث الان من جدري القرود او ما يسمى بالامبوكس حاليا. الامر مختلف كليا ولا يمكن، واعتقد من وجهه نظري الشخصيه الطبيه، انه لن يصبح جائحه. نعم. لكن ممكن يكون رصد بعض الحالات البسيطه. شكرا لك دكتور غانم، صراحة وايد فتنا وايد طمنتنا من الانبوكس أو جدري القرود. وكان معانا الدكتور غانم السالم استشاري الأمراض الباطنية من مستشفى الفروانية. كل الشكر لك، وما نبي ناخذ زيادة من وقتك الثمين، أدري عندك أكيد مرضى وحالات أهم بكثير ناطرينك الحين. شكرا لك، مشكورين على الاستضافة وبارك الله فيكم، وإن شاء الله يا رب يكون التوعية المجتمعية هي المهمة في الثقافة الطبية. ونصيحة، ابتعد عن الإشاعات، لا تلتفت إلى كلام غير منطقي أو غير طبي صحيح، احرص على أخذ المعلومة من مصدرها الرئيسي، والكل مو مقصر معاك بالكويت هنا في إصدار المعلومات الصحيحة إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور، وشكرا على وجودك ويانا. شكرا. شكرا. شادي الكرام، فاصل ومن ثم لنا عودة إن شاء الله.